امبارح كان 31/12/2021، الحمد لله السنة خلصت على خير، وصادف ان النهارده السبت 1/1/2022. استغلت الفرصة وقلت ان دي فرصة جميلة جدا ان انا ابني عادات جديدة، والسنة دي تكون سنة خير ان شاء الله. فعادات اللي انا نفسي اعملها هي قراءة القرآن والالتزام في الصلوات وقراءة كتب وحاجات كتير جدا، يعني كلنا بنكون محتاجين نعملها. فالنهارده كان اول يوم وكنت حاطط لنفسي شوية اهداف ممكن اقولها دلوقتي. الهدف اللي انا عاملها النهارده حوالي 14 هدف. اول هدف كان ان انا اصلي في المسجد ولو صلاه واحده ودوت اتعمل الحمد لله. تاني هدف ان انا اقرا قران ولو صفحه واحده وده برضه اتعمل الحمد لله. تالت هدف العب رياضه ولو 5 دقايق، ومش لازم تكون رياضه متعبه، ممكن اتمشى او اجري او خلافه، هي دي تعتبر رياضه برضه. اشوف كورسات ولو 5 دقايق بس وده عملته الحمد لله. اصور فيديو ولو دقيقه وده اللي انا بعمله دلوقتي. اسمع كتب ولو 5 دقايق، سمعت كتب ده اكتر من 15 دقيقة على اقدر. اقلل في الاكل، كلت مرة واحدة. اصلي ال5 فروض ودوت الحمد لله عملته النهاردة. مكدبش ولا مرة ودوت برضه حاجة عملتها النهاردة. ادور على افكار الفيديوهات واذاكر للجامعة ودول عملتهم النهاردة. دي كانت اهدافي النهاردة والحمد لله قدرت بفضل ربنا ان انا اعملها. اتمنى من كل اللي بيشوف ان هو يحط لنفسه اهداف وما ييأس ابدا لو وقع وما عملهاش. حاول مرة واثنين وثلاثة، قدامك 365 يوم تقدر تغير فيهم نفسك وتكتسب عادات جديدة وتطور من نفسك. أتمنى من ربنا التوفيق في اللي جاي، وأتمنى إن أنا ألتزم، وأتمنى من كل اللي يشوفني إن هو يبدأ يغير من نفسه ويحاول يكتسب عادات جديدة ويبطل عادات سيئة. عملت النهاردة جروب على فيسبوك سميته ايت بيت، هحط الرابط بتاعه في البايو بتاع الأكونت. أتمنى كل اللي يشوف الفيديو يخش فيه، وهيكون مجتمع لكل اللي عايز يطور من نفسه. نشجع بعض كلنا ان احنا نكتسب مهارات جديدة ونكون احسن دايما. سلام.